ينضم معنا من برلين أستاذ علي الغيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق. أستاذ علي، بداية مرحبا بكم. منظمة هيومان رايتس ووش تجدد الحديث في تقرير لها جديد يعني من 76 صفحة عن استمرار حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ضد العراقيين. كيف تابعتم ما جاء في هذا التقرير؟ يا سيدي، هذا التقرير الملاحظة تحدث عن الإخفاء القسري من 2014 إلى 2017. هذا التقرير يؤكد مطالبنا، وحن سبق وأن طالبنا الأمم المتحدة بأنه يتم تعيين مقرر خاص. هناك في الأمم المتحدة مقررين خاصين بخصوص متابعة عمليات الإخفاء القسري في العالم. المشكلة يا سيدي أن هناك يعني اختصار لهذا الموضوع. نحن حين نتناول حالات الاختفاء القسري من عام 2014 إلى 2017، يجب أن لا ننسى أن هناك في بغداد بسبب يعني حين انطلق العنف الطائفي في العراق عام 2006، فقط في بغداد مسجل بحدود 250,000، بغداد ومحيطها مسجل لدى وزارة الداخلية ولدى الجهات ما تسمى الحكومية في العراق بأن هناك حوالي 250,000 حالة اختفاء قسري. عملية الإخفاء القسري الآن تتم في العراق كوسيلة، وسيلة قمع يعني مستحدثة، وكل الناس اللي يختفون قسرا الآن هم في عداد يعني عداد الموتى. لماذا تستمر السلطات الحكومية باتباع هذا النوع من الانتهاكات؟ هذا الاتباع هذا النوع من الانتهاكات ليس في العراق، للأسف هو في كثير من الدول العربية الآن منذ العام 2014 يتبع بقوة، لأنه هم يعتقدون بأنه يجنب مساءلة عن المعتقلين في حال اعتقالهم. وعمليات الإخفاء القسري تتبع لأيدي ميليشيات، سواء ميليشيات أو أجهزة حكومية مرتبطة بالميليشيات أو أجهزة حكومية مخترقة من هذه الميليشيات. عملية الإخفاء القسري الآن تتم في العراق، القصد منها هو التكتم على جرائمهم وعلى عدد المعتقلين. وهناك عملية إنكار، كثير من الناس اللي تم مداهمة بيوتهم واعتقال أبنائهم يعني يعرفون الجهة التي داهمت. هذا واضح. تعدد الجهات الخاطفة، الكثير من الجهات تمارس هذه الانتهاكات، هذا النوع من الانتهاكات. تعدد أيضا الرؤوس في العراق، إلى أي مدى يكشف عن هشاشة الدولة في شكل يعني متمثل بضياع حقوق المواطنين العراقيين؟ يا سيدي، هي هذه المشكلة. لا يستطيع أحد اليوم أن يؤكد على يعني المتابع للشأن العراقي متابعة حقيقية يستطيع أن يقول أن لا توجد أي سمة من سمات الدولة في العراق. العراق الآن محكوم من قبل مجموعة ميليشيات، هذه الميليشيات منفلتة وتفعل ما تشاء، تستبيح أموال ودماء وأعراض العراقيين على أساس عرقي وعلى أساس طائفي وغيرها. طيب، من الناحية القانونية أن نقول هناك من الناحية القانونية مع استمرار هذا الحال، يعني تعمد إخفاء السلطات الحكومية لهؤلاء، إلى أي مدى ممكن يحملها تبعات ذلك من الناحية القانونية؟ ما السبيل القانونية للتخفيف من العبء على هؤلاء الموجودين في السجون المخفية؟ نحن كمنظمات إنسانية نستخدم هذه التقارير اللي تصدر من الأمم المتحدة وعفوا اليوم الرئيس ووش أو الأمنستي وغيرها، ونطالب الأمم المتحدة بتعيين مقرر خاص لهذا الأمر. الوضع في العراق يتطلب تعيين مقرر خاص من الأمم المتحدة، وهناك لجنة في الأمم المتحدة من مجموعة مقررين مهمتهم متابعة قضايا الاعتقال التعسفي والتغييب القسري. أنا أعتقد أن هذا التقرير مهم الآن جدا في هذه المرحلة، ونحن كمنظمات إنسانية نفعل هذا التقرير وماضين في المطالبة في تعيين مقرر خاص، لأنه العراق الوضع في العراق لم يعد يحتمل نهائيا. نحن نتحدث
عن أصغر محافظة في العراق اللي هي محافظة ديالى. الآن التقارير الرصد والتوثيق لمنظمتنا تثبت بأنه فقط في محافظة ديالى توجد أكثر من 35 مقبرة جماعية، ونحن نتحدث هنا عمن كانوا يفضحون ويتكلمون كثيرا عن ما سمي بالمقابر الجماعية قبل الاحتلال، وهي أغلبها معلومات مضللة وكاذبة. نحن نتحدث الآن أين هذه الجهات وهذه المنظمات التي كانت تبحث عن المقابر الجماعية؟ هذه أصغر محافظة في العراق هي محافظة ديالى، لحد الآن اكتشفنا أكثر من 35 مقبرة جماعية. عدا المقابر الجماعية التي موجودة في محيط بغداد، وخصوصا ما تعرف في منطقة خلف السدة اللي يضم رفات أكثر من 150 ألف شخص. في ظل المطالبات الحقوقية والأممية بكشف مصير هؤلاء المختفين قسريا، تعيين مقرر خاص لمتابعة هؤلاء، يعني من وجهة نظركم أستاذ علي، إلى أي مدى ترى أنه ممكن الحصول، ممكن التحقيق طلبكم هذا؟ هذا يتطلب ضغط أكثر بعد من المنظمات الإنسانية في العراق على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ونحن ماضون في هذا الأمر ونفعل كل ما نستطيع. وهذه التقارير اللي تصدر من المنظمات الدولية، سواء من الهيومن رايتس ووتش أو الأمنستي وغيرها من المنظمات الدولية، تؤكد هذا الحقيقة، ونحن متأكدين أنه سوف يأتي اليوم الذي يعين فيه مقرر خاص للبحث في تلك الجرائم. شكرا جزيلا لك أستاذ علي القيسي، كنت معنا من برلين، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق.